أستاذ أكرم، يعني حضرتك تحدثت عن أهمية الضغط العربي وأيضا أوراق الضغط اللي بيمتلكها أو تمتلكها الدول العربية. السؤال يا فندم، هل نتوقع بالفعل مناقشة آليات الضغط العربي على صناع القرار لوقف الحرب؟ لأنه أعتقد بتجاليا أنه يجب وقف، على الأقل وقف إطلاق النار، حتى تستطيع مش بس إنفاذ أو نفاذ المساعدات، لكن أيضا حتى تصل لأهالينا في قطاع غزة. يعني قصف متواصل، ضحايا وشهداء بالألاف، فحتى فكرة أنه إيصال المساعدات يعني باتت برضو إلى حد ما يعني شكلها مش عايزة أقول غير مجدية إلى حد أو صعبة، خلينا نقول صعبة، ولكن بالفعل يجب وقف إطلاق النار. فالسؤال هنا يا فندم، هل بالفعل ستتجه الدول العربية اليوم لمناقشة آليات أو استخدام أوراق الضغط؟ شوفي، هو طول الوقت يعني يمكن بنرجع للقمم العربية، وكنت بقول إنه كثير من المجتمع العربي كان يرى إن القمم غير مفيدة وإنها تستند فقط إلى الشجب والإدانة وغيره، لكن أنا بس بعتقد إنه مجرد تجمع الموقف العربي ده في حد ذاته بيبقى نوع من القوة، لكن هم يدرسوا آليات العمل. يمكن يجب أن ننطلق من، يمكن بنرجع دايما للموقف المصري، بننطلق من عدة أشياء. أولا، في الجزء العاجل إدخال المساعدات، ومصر حرصت على الدفع فيه بشكل كبير، وأعتقد بذلت مجهود كبير قد لا يراه البعض، انه مجهود مش بس المعلن في المطالبه، لا، في اتصالات، وفي مصر لها اتصالات مع كافه الاطراف. ففكره ومصر لم تغلق المعبر، واستقبلت زي ما شفنا الجرحى وذوي الجنسيات، وحطت شروط وكده، والمعبر مفتوح من الجهه المصريه، وكانت المشكله في ان الاحتلال بيقصف الجزء الفلسطيني. دي نقطه، ده الجزء العاجل.